الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فتسامح وتناسى وترفع ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وأنت وهم ونحن راحلون. فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك، وتجاوز عن السيئة بالغفران أو النسيان، فالغفران هديتك للآخرين، أما النسيان فهو هديتك لنفسك. وتذكر أن لنفسك عليك حق، وحقها عليك أن تريحها لا أن تعذبها، أو أن تجلد ذاتك بالعيش مع آلامك وكثير ذكرياتك. دع الماضي بكل ما فيه وتعلم منه، ثم انظر واستعد للقادم من أيامك وحياتك.